السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي وأخواتي الفضليات في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي نعايش فيها كلام الملك. لا أقول نفسر فيها القرآن، وإنما نعايش فيها القرآن، نحاول أن نتدبر كلام الله جل وعلا، أن نعايشه في حياتنا، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. وكلنا أمل ونحن نتناول جزء عما هو أكثر جزء يتلى ويسمع، يتلى من الأئمة وغيرهم ويسمع حتى من عوام الناس. فأردت أن نعايش هذا الجزء، أن نفهم معانيه وأن نعيش مع كلماته وأن نتدبر ألفاظه وأن يكون في واقعنا. فهذا الجزء عظيم والله، ولا زلنا مع سورة النازعات، وقد وعدتكم أن نسمع ماذا يقولون. قال الله جل وعلا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. خمسة ربنا أقسم بها على إيه؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. يقسم الله بشيء عظيم على شيء عظيم، يقسم الله بهذه الخمسة العظيمة على أن القلوب ستخاف يوم القيامة، على أن الأبصار ستخشع يوم القيامة، على أن الكل سيقلق يوم القيامة، على أن الكل سيرد على جهنم يوم القيامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالأمر العظيم الذي يقسم الله جل وعلا به أن الكل سيبعث ويقف أمام الله ويخاف يوم القيامة، لكن الله سيؤمن المؤمنين. هذا كله مضى ما علينا، مضى معنا، لكن أين أنتم أيها الكفرة؟ يقولون الكفرة لا يصدقون كل ذلك، يقولون. وسيرد عليهم من كلام ربنا وكلام نبينا، بل وواقعهم أنفسهم، ومن واقعهم أنفسهم يقولون، بيقولوا إيه؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يقولون مستنكرين، معلش يقول لك انت بتقول ان فيهم قيامة، يبقى بيني يوم القيامة. يقولون انت فاكر ان احنا هنبعث يوم القيامة؟ يقولون، عارف مين اللي بيقولوا؟ الكفرة الذين ينكرون البعث، الذين يعتقدون أن الله جل وعلا لا يقدر أن يعيد الإنسان بعد موته، الذين لا يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يظنون أن النهاية بالموت، الذين يعتقدون أن المثوى الأخير هو القبر، لا ده في مثوى تاني بعد القبر. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. إيه الحافرة دي؟ يعني مردودون يعني هنرجع تاني معقول؟ يقول المشركون، يقول منكر البعث، يقول كفار قريش ومن على شكلتهم، هو احنا ممكن نبعث ثاني نرجع الى الحياة الاولى؟ هي دي معنى الحافرة. يقولون انا لمردودون في الحافرة، يعني نرجع الى الحياة الاولى، نرجع احياء ثاني. وهذا قول الاكثرين. وقيل انا لمردودون في الحافرة، يعني نرجع من الحفرة اللي هي القبر او من الارض،
أو مردودون في الحافرة، يعني نرد إلى النار. كلام ده زاي. وهذا الله ذكره الله جل وعلا في القرآن، يقول المشركون، يقول منكر البعث، يقول الظالمون، يقول المعرضون، هؤلاء يقولون بألسنتهم. وخلي بالك هناك أناس من أهل الإيمان يقولون ذلك بأفعالهم. يوم القيامة يا خلا بس ما تجد هات لنا سيرة حلوة يا عم. يزعلوا من الدعاء اللي بيتكلموا عن القيامة والناس تخاف، الناس تخاف، يزعلوا ليه تزعل؟ قيد لأبي سعيد الحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أناسا يخوفوننا من لقاء ربنا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. بيقول الحسن البصري في ناس بنقعد معاها بيكلمون عن الآخرة وعن القيامة وعن البعث وعن لقاء الله لغاية لما قلوبنا من الرعب والخوف هتطير. فقال الحسن البصري: لأن تجالسوا أناسا يخوفونكم حتى يدرككم الأمن يوم القيامة خير من أن تجالسوا أناسا يؤمنوكم حتى تخافوا يوم القيامة. لما تقعد مع واحد يخوفك، يعني الأحسن إن أنت قبل امتحان الثانوية العامة وأنت مش مذاكر يجي واحد يقول لك سيبها دي يا عم، مذاكرة إيه؟ هو اللي ذاكر عمل إيه يعني؟ براحتك خالص، لغاية لما تسقط وتلاقي الناس ناجحة وتقعد تعيط وتحزن وأبوك مش عارف يعمل لك إيه وأمك تعمل تحرمك من إيه وتخسر إيه وتفقد إيه وتلاقي أصحابك بقى متفوقين ولا في الكليات وأنت قاعد فاشل مع الفشلة ولا بتشرب مخدرات مع يبقى اللي قال لك الكلام ده صح؟ ولا يجي واحد أحسن لك يقول لك لا يا أخي إن قبل الامتحان لازم تجتهد، ولكل مجتهد نصيب، لازم تدوس، اتعب شوية، سيب اللعب، الوضع صعب، الامتحان ممكن يجي تقيل، خلي بالك الموضوع مش سهل، لازم تاخد بالك، لازم تحتاط، ولازم تجيب الأسئلة، انت عامل ايه يعني؟ انت عملت لي يعني؟ انت كبرت لي الحكاية ليه كده؟ ما هم يكبرها لك وربنا يكرمك وتنجح وتتفوق يبقى احسن. هو ده المعنى، لأن تجالس أناسا يخوفوك حتى يدركك الأمن يوم القيامة خير من أن تجالس أناسا يؤمنوك حتى تخاف يوم القيامة. الله جل وعلا يرد في هذه الآيات على هؤلاء المنكرين لهذا اللقاء. أنت هتروح فين؟ هتقابل ربنا في الآخر. الكذابين الذين يظنون أنه لا لقاء لله جل وعلا بعد ذلك، لا، ربنا قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في الأخير هتقابل ربك، في الأخير ستلقى ربك فملاقيه. لنا لقاء بين يدي الله جل وعلا، والله جل وعلا أقسم بذلك. لمعظم الجزء القصة كلها أرسل الله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك، لأجل أن يؤكد للناس أننا مردودون في الحافرة، أننا سنعاد مرة أخرى إلى الحياة، أن الله جل وعلا بعد أن كنا عظاما نخرة سيحيينا مرة أخرى. عظاما نخرة يعني بارية، يعني زي التراب، يعني فتتت. الله جل وعلا يقينا سيردنا إلى الحياة. الله جل وعلا سيبدل الأرض غير الأرض، ويبدل السماء غير السماء، ويوقفنا بين يديه يوم القيامة. أن الأمر جلل وأننا سنقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل ذلك الله جل وعلا يقسم بذاته على ذلك. قل أن يقسم الله جل وعلا بذاته في القرآن، لكن في ثلاثة مواطن أقسم الله جل وعلا على البعث بذاته. في قسم تاني بذاته بس بالذات عند البعث، قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم، هتيجي الساعة ويجي لقاء الله وهتبعثوا مرة تانية. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قال الله جل وعلا: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. الأمر حق، الأمر جلل، الوقوف بين يدي الله جل وعلا أكيد، الرجوع بعد الموت أكيد، الوقوف للحساب عند الله جل وعلا أمر يقيني. وإن قال المجرمون غير ذلك، يقولون
أئنا لمردودون في الحافرة ينكر المجرمون والمشركون قائلين. نرجع تاني بالعقل كده، حد يموت ويرجع تاني، أئنا لمردودون في الحافرة؟ والله جل وعلا يرد عليه، قال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وربنا يقدر، أيقدر الله جل وعلا أن يعيدنا بعد أن كنا ترابا؟ أي نعم، المشركين بيقولوا كده، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، زي ما ربنا قال في القرآن: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هم يقولوا كده، يعني معقول بعد ما كنا نكون عظام والعظام تبقى رفات تبقى تراب نبعث خلق جديد؟ إزاي الكلام ده؟ فربنا رد عليهم. شوف بقى الرد ده، رد عقلي يوافق الفطرة، يعني الفطرة والعقل يقبله. طب هو ربنا هيبعث ولا هيبعث الناس ولا بس؟ والدليل ربنا قال في القرآن: قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي لتبعثن يقينا. لكن ربنا عزل دل لهؤلاء بأدلة عقلية أنه قادر أن يردهم في الحافرة، يردهم للحياة مرة أخرى. إيه الدليل يا رب؟ أول حاجة أن الله خلقك أول مرة من عدم، من عدم. قلت أنت حاجة؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين. يبقى اللي خلقك أول مرة من لا شيء قادر أن يعيده، صح؟ عشان كده ربنا قال: وضرب لنا مثلا ونسي، ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى أول دليل عقلي، عقلي على أن الله قادر أن يردنا إلى الحياة الحافرة، الحياة الحياة مرة تانية، إن ربنا خلقنا أول مرة من عدم قادر أن يعيدنا من عجب الذنب. جزء منك اسمه عجب الذنب، في آخر العصعص النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. ده هيبقى، ربنا يجمع عليه الإنسان يوم القيامة في كل صفاتك. يبقى أول دليل عقلي، أقول لك عقلي، هو على أن الله قادر أن يرد الإنسان للحافرة ويعيده إلى حياة مرة أخرى، أن الله جل وعلا خلقه أول مرة. قال تعالى: كما بدأكم، كما بدأكم تعودوا. اللي خلقك أول مرة في البداية يعيدك مرة ثانية. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يبقى أول دليل عقلي أن الله يرد به على هؤلاء الذين يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يرد الله عليهم بما تفهمه عقولهم: خلقكم أول مرة فهو قادر أن يعيدكم. لما جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظام بالية في يده ففتها أمام رسول الله، العاص بن وائل اللي هو والد سيدنا عمرو بن العاص، أبوه كان كافر في القرآن توعده الله بالنار، جاء العاص بن وائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده العظام، ماسك عظمية كده بالية فتها كده بقى التراب، وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن كان هكذا تراب يعني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم ويدخلك النار، نعم ويدخلك النار. وأنزل الله بعد هذا الكلام قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى أول دليل يرد الله به على هذه الكلمة يقولون إنا لمردودون في الحافرة، دليل عقلي. دليل عقلي ثاني أن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا أحيا النبات بعد موته، بذرة صامتة ساكنة ميتة جماد قدامك تحطها في الطين، تحط على مية تكبر تخرج، تخرج ثمار وتتحرك تبقى فيها حياة. مين اللي عمل الكلام ده؟ ربنا. عشان كده ربنا يقول سبحانه وتعالى في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. يبقى الذي أحيا النبات بعد أن كان رمادا أو أن كان بذرة أو أن كان ميتا صار حيا بثمار يانعة وأشجار كبيرة قادر أن يحييك. أنت هتحيي يوم القيامة كده،
بعد ما ربنا يخلقك يرسل عليك ماء الحياة تنبت بنفس الطريقة كما قال الله جل وعلا: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. دليل عقل ثاني، دليل عقل ثالث أن الله خلق ما هو أعظم منك. يا من يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، الله خلق ما هو أعظم منكم، أليس قادرا أن يخلقكم مرة أخرى؟ قال الله جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. يبقى اللي خلق السماوات وهي أعظم قادر أن يحييك مرة أخرى. ربنا بيرد على هؤلاء الذين يقولون، مش قلت لكم النهارده يقولون إن مردودون في الحافرة، الله يرد على هؤلاء. يبقى أول حاجة خلقك أول مرة من عدم قادر أن يعيدك مرة ثانية، خلق النبات وأحياه من موات قادر أن يخلقك ويحييك من موات، خلق السماوات والأرض وهي أعظم منك بكثير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قادر الذي خلق هذا الخلق الأعظم منك أن يخلقك أنت. الدليل الرابع العقلي بخاطب عقلك أن الله جل وعلا أحيا بعض الناس في الدنيا أصلا. ربنا أحيا بعض الناس في الدنيا صح، أحيا بعض المخلوقات بعد أن ماتت في الدنيا صح. العزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه له بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. يبقى الذي بعثه في الدنيا قادر أن يبعثه كذلك يوم القيامة ردا على هؤلاء. أن الله جل وعلا أمات، ده مش واحد بس، لا أمات بني إسرائيل كلهم وأحياهم مرة أخرى لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى قادر إن جيش كامل جيش بأكمله خرج فأماته الله وأبعثه مرة أخرى. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم والله موتوا ثم أحيهم. أحيى الله جل وعلا القتيل من بني إسرائيل الذي قتل ورمي في مكان آخر واتهمت القبيلة أو الطائفة الأخرى بقتله، أحياه الله جل وعلا ليقول قتلني فلان. لما أمرهم الله أن يأتوا بقرة ويأخذوا قطعة لحم فأضربوا بها الميت، أحيى الله الميت وقال هذا الذي قتلني، عشان يؤمنوا أن الله قادر أن يبعث الخلق بعد موتهم. أحيى الله جل وعلا هذا العظام، وانظر إلى عظام كيف ننشدها ثم نكسوها، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى عظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. أحيى الله جل وعلا لسيدنا إبراهيم هذه الطير، خذ 4 من الطير فصرهن إليك، خذهم وقطعهم وفرمهم بس الرأس معاك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ربنا قادر أن يحيي. يبقى ردا على هؤلاء ردا عقليا أيضا من القرآن على قولهم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون بيقولوا إيه؟ أئذا كنا عظاما نخرة، يعني ما نبقى عظام نبعث ثاني؟ إزاي كلام ده؟ يستبعد ذلك. وأنا بقول لك ببساطة، اعتقادك أن الله على كل شيء قدير يريح قلبك. 3 كلمات يا أخوانا، 3 كلمات كررت مرتين في سورة مريم، أنا كل ما أقرأهم أستريح جدا واطمن وما أقلقش لأي حاجة. احفظوهم إن شاء الله يكون لنا لقاء بهذا العنوان، هو علي هين. هو عليه هين، هو إيه بقى؟ أي حاجة. إن ربنا يبعث المليارات في طرفة عين، هو عليه هين. إن ربنا يخلصك من المشكلة اللي انت فيها، هو علي هين. إن ربنا عز وجل يقدر يضع الكون ده كله جوه بيضة، هو علي هين يقدر. إن ربنا ينجحك في الامتحان مع إن انت خلاص سائط، هو علي هين. إن ربنا عز وجل يجيب لك إفراج بعد ما خدت إعدام، هو علي هين. هو ده. فتعلم أن الله على كل شيء قدير يريح قلبك ويطمئن نفسك. فنرد على هؤلاء الذين يقولون أئذا كنا عظاما نخرة
يعني بعد التراب ده تبقى عظام. اه لان ربنا على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، كل للعموم وشيء للتقليل، يعني اي شيء او اللي هي نكرة في صيغة العموم تدل على كل شيء، تدل على العموم، اي شيء صغيرا كان او كبير ربنا قادر عليه. فاذا كنا عظاما نكرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة، يعني ده احنا لو رجعنا تاني يبقى احنا خسرانين. طب لما بدل ما تخسر اعمل هنا في هذه الحياة. قالوا تلك اذا كرة، كرة يعني رجعة، خاسرة يبقى احنا خسرنا. صح، الذي لا يؤمن بالبعث ويفاجأ انه وقف امام الله يوم القيامة هيخسر. عارف هيخسر ايه؟ مش هيخسر فلوسه، ولا يخسر بيته، ولا يخسر شركته، ولا يخسر مصنعه، ولا يخسر أرضه، ولا يخسر ذهبه ودولاراته، أبدا. هيخسر نفسه وأهله، هيخسر أهله محدش هيقف جنبه، وهيخسر نفسه، حتى نفسه هتقوله تستاهل. يدافع عن نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ويفاجأ أن الله أبكم فمه، ختم على فمه، أمسك لسانه، فتنطق الجوارح، اليد بما عملت، والعين بما رأت، والأذن بما استمعت، والرجل بما خطت، يتكلم تتكلم الجوارح، ثم يخلي بينهن وبين الكلام، ويخلي بينه وبين الكلام بعد ذلك فيقول: عن كن كنت أقاتل، عن كن كنت أنافح، أنت شهدت علي وقلت لي أن أنا عملت، ده أنا كنت بدافع عشان ما تعذبوش، خلاص روحوا في داهية. مين روح في داهية؟ جسدك. قال الله جل وعلا: فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هو ده معنى قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يبقى احنا خسرانين. صح، هتخسر كل حاجة. رجع لم يتوقعوها، دي كلمة كرة خاسرة، يعني رجعوا ولم يتوقعوا أن يرجعوا، فوجئوا أنهم أمام الله يوم القيامة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذا الوعد يتحقق بكلمة، ما هو صعب على ربنا أبدا أبدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما تعبش، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. فبسيطة خالص، ربنا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهير. زجرة يعني إيه؟ نفخة، نفخة من الصور. سيدنا إسرافيل ينفخ نفخة كل يهلك، ينفخ نفخة كل يحيى بأمر الله سبحانه وتعالى، اللي هي النفخة الثانية. يعني ربنا يقول إيه؟ ده هي نفخة توقف قدام ربنا. فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة بس، فإذا هم بالسهيرة. ربنا يخلق خلق جديد، أرض جديدة، كلكم في لحظة واقفين قدام ربنا. فإذا هم بالسهرة في الوقوف على أرض المحشر بين يدي الله جل وعلا، فهؤلاء الذين يقولون، رد الله عليهم ردا عقليا منطقيا، ومن قبل من كلامه سبحانه وكلام نبيه، ليعلم الجميع أننا راجعون واقفون أمام الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجعل وقوفنا بين يديه خفيفا وهو راض عنا، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.